طبعا بدت آلية العمل مالتنا بعد ما جانا كتاب من دائرة صحتنا واستجابة إلى الكتاب اللي موجه من وزارة الصحة إنه نوفر فحص الكورونا للمرضى الداخلين العمليات مع المرافق، مرافق واحد مع مريض. طبعا لسلامة حتى الكادر الطبي إضافة إلى سلامة كل المتواجدين بالمستشفى. احنا لبينا هذا النداء وتوفرنا الجهاز وحسب الكتاب اللي وردنا من الوزارة اكو تقنيتين، يعني جهاز بتقنيتين، احنا وفرنا بوحدة من هالتقنيات وحسب الضوابط اللي يعني طلبتنا من الوزارة. اي فبدأ العمل تقريبا صارنا شهر يتوافدون المرضى علينا، اكثر كل شيء قبل بنهار يجون قبل العملية نسوي لهم الفحص للمريض والمرافق. اذا طلع الفحص ايجابي، نعم، كيف تتعاملون مع المريض وين توجهوه؟ والله احنا بعد يعني احنا طبعا كل هاي العمل مالتنا بالاتصال مع دائره التفتيش بدائره صحتنا هنا. حسب التعليمات اللي وردتنا كان قبل انه نوجههم الى مستشفى الشفاء، يعني اي مريض بوزيتيف نوجهه الى مستشفى الشفاء ياخذ، لان احنا يعني ما ناخذ المريض بيدنا، لان هاي ما اكو هكذا اليه يعني، بس احنا نوجهه انه لازم هذا الفحص تتاكد بينه احنا بوزيتيف تمام، بس احنا اكو جهاز المفروض احسن اللي يعني اللي مثلا ما اقول احسن وانما يعني بدقه يعني او بغير تقنيه حتى يتوافق مثلا جهازين على البوزيتيف. كنا مستشفى العسكري يعني حالات وفاه 6 صار، نحن جبت اهلي وياي من جنوب الموصل جينا على المستشفى العسكري كل شيء ما بي، يعني 6 حالات يعني لا علاج لا شيء، يعني حتى السدية ما عندهم، أنا العالم خطي النسوان العوائل يعني بالشوارع يعني لا يعانون المريض لا شيء أبد، يعني لا عندهم علاجات زينة. شلون كنت توفوا؟ والله قبل 3 أيام هيك. والله رحت على المستشفى العسكري ما أخذونا ولا استقبلونا. والله يا خي ما أعرف، ما استقبلونا إحنا. أنا جيت على أهلي، بنتي جبتها مريضة على أهلي، على أهلي والله العظيم. زين مو المفروض المستشفى الحكومية تستقبلكم؟ إي يا خي قال ما هو قال ما استقبلونا. ما استقبلونا، اقول لك خلنا فحوصات وهذا نجي على هذا نسوي عمليه، نجي على هذا نسوي عمليه، اصلا طلعنا عاد ما حد استقبلنا اصلا، حتى بنتي اللي قامت تسحب دم ناديه المنظمه ده ما قبلت. رحت راجعت المستشفيات كلها ما حد يعطيني النتيجه، ما حد يعطيني علاج، ما حد يعطيني النجده، انا اروح وانا اجي ناس زتني على ناس ما نعرف شنو القصه. المستشفيات الحكوميه قالوا ما قالوا على التليفون، يعني قبل 7 ايام اخذت فحص وما طلع كل شيء، ولا خابروني ولا قالوا لي. والله كان عندي مريض شكينا به فجينا اخذنا له فحص، افترينا على المستشفيات كلها ما لقينا، يعني بس اللي عنده عمليات اللي عنده اشارات، بس هنا ان شاء الله سهلوا معنا الكادر ما شاء الله زين، حزين الكادر. المستشفيات الحكوميه ماكو، من الباب يقول لك ماكو ارجع. لا لا ما استقبلونا، يعني عنده مريض وين يوديه؟